الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، وش راكم؟ تمنى ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، روتين خفيف ظريف، روتين صباحي. المهم بديت لكم من الصباح بكري قبل ما ينوضوا جوري وعمر. انا طبعا نوض قبلهم، يعني مرات نوض قبلهم مرات نوضوا كيف كيف، الاكثر ينوض قبلهم ونقول باش يعني هكا ندي راحتي في الاول. شوفوا كوني ينوضوا هما يعني ما نقدرش ندي راحتي، يسمى يولي وينوضوا هكا يجروا مرايا. شوفوا سرتو عمر يبقى لاصق فيا، يسمى نقول من الاحسن نوض قبلهم شويه هكا، حتى لو بربع ساعه. حوايجي انا مثلا حوايجي الشخصيه هكذا، كيما نغسل وجهي بالغسول، ندير هكا شويه كريم هكذا، نهتم بروحي شويه حتى هما ينوضوا. المهم هنا بعد ما كملت البنات انا نغسل بهذاك الغسول غارني، كنت شاركته معكم من قبل، وبعد ما نخلص نستعمل كريم نيفيا. نيفيا كما تعرفوا رطب بها كوجهي خفيف، كي يكون كيما نقولوا ما رانيش خارجه نستعمل كريم نيفيا، سورتو دوكا في الشمس، مع الشمس وذاك يسمى وجهكم يتقشر هكا شويه، علاه نستعمل للترطيب. مع انا برونزيت وذاك راهي حالتي حاله. ما يهمش، المهم الواحد يستمتع هكا شويه، ما يهمش البرونزاج، يجي النهار ويروح. قلت ولا غنوض الصباح نصور لكم هكا فيديو خفيف ظريف، تتحفزوا معايا حتى انا، ولا كي نشوف هكا فيديوهات روتينات هكا نتحفز فيهم، يعطيوني النشاط، يعطيوني الطاقة، يعطيوني كل شيء، كل شيء يحفزوني. بعد ما كملت هنا كانوا الاولاد ناضوا، المهم لبست لهم حوايجهم جاوا باش يفطروا، محمود يخرج الصباح، المهم يعني ما يكونش معانا، المهم نفطر انا وهما وبعد ما نكملوا
يروحوا ان شاء لهم تلفزيون ولا نحط لهم. هما اكثر اكثر يعني ما يتبعوش تلفزيون بزاف، ما عندهم حاجه معاه. المهم نحط لهم هذيك الخيمه تاعهم هذيك اللي فيها لي جوي، ويبقاو يلعبوا في الصالون يسمى هي وهو، راه مره يلعبوا مره يتهاوشوا مره يتضاربوا كل مره كيفاه، مره يا ماما مره. المهم كنت عارفه الاولاد ربي يخليهم ان شاء الله ويحفظهم، وانا نكمل نروح نكمل الميناج تاعي. المهم هنا جيت باش نمسح الطابله، كنت عارفه زجاج سورتو زجاج اللي الفوق هذا، كنت خسرت لاناب زجاج السما تحط يدك تعلم. المهم رغيتها مليح مليح نقيتها، باغيه ان شاء الله نشيل ناب هكا تكون بيضه ان شاء الله يا ربي، ونحطها فوقها. المهم هنا قلت لكم كملت نقيت، كانت الدار تاعي نقيه الحمد لله. كيما قلت لكم انا يعني نقي هكا في الليل باش الصباح يكون عندي، نكون هكا قاعده يعني ما عنديش شغل بزاف، ولا سورتو كي عاد ما نديرش الغدا كي عاد محمود ما يجيش يسمى، نقول باش يبقى لي الوقت هكا غير لما عن مثلا تاع الفطور ولا نقي صاله ولا هذا مكان، ونبقى قاعده مع ولادي. بعد ما كملت جيت نكمل الكوزينه تاعي، المهم مصمصت الماء تاع الفطور تاعي كملتهم. هنا جيت باش نمسح البوطاجي تاعي، ان شاء الله يا ربي راني معوله ان شاء الله البنات باش نحي هذا البوطاجي اللي من تحت، ومعولين ان شاء الله باش نخدموه يعني باذن الله ان شاء الله يا ربي معولين باش نخدموه، ونعاود يعني الكوزينه كامله، المكان اللي نغسل فيه الماء انا ذاك ان شاء الله. المهم راني كي نبغى نعاود ان شاء الله نشارك معاكم ونقول لكم كيفاش راح ندير راح نبدل فيها الصحه. وحابه ثاني كيما الكوزينير حابه ندخلها في ذاك هذيك الكوان لاكم تشوف فيها، هي ضيقه اصلا ما تدخلش، لانه ديما نقول لكم يعني ما تدخلش، وثاني يجوني تعليقات يقولوا لي علاش ما راكش حاطتها هاني الداخل، راهي ما تجيش البلاصه تاعها ضيقه. المهم حبينا نبدلوها، المهم ان شاء الله كي نبدلها قلت لكم ونشارك معاكم. وفي الختام تاع الصباح تاعنا هنا جبت القارص، كي نحب نكمل حوايج هكا ونقعد نتفرج ولا، المهم ندير عصير تاع الليمون هكا يهدي الاعصاب، سورتو لعد الليمون بالنعناع، انا ما عنديش النعناع. المهم يهدي الاعصاب و تشربي هكا بارد ويا سلام وخلاص. هنا حطيت الليمون قارص، شوفوا القارص الحبه تاعهم صغيرونه. المهم وحطيت الماء البارد ونزيد لهم شويه تاع حليب، هندير الليمون بالحليب والماء والسكر، السكر حسب الذوق. السلام، دوك وقت الاستراحة. المهم البنات خليكم دوكا، نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا، تكون تحفزتوا معايا شوية. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، خفيف ظريف، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله نكون خفيفة عليكم ونختمها بالليمون. بسلامة وتهلاو في رواحكم.